سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. أهلا وسهلا بك مرحب بك وبالله يخليكم. كيف انتم؟ ان شاء الله كويسين الحمد لله. احنا منتظرين قصصك الجميلة. شكرا. طيب انا متذكرة يا خالتي صفية في المرة الفاتت قلت لنا انه سيدنا ابراهيم عليه السلام كان قلقان جدا من دمار مدينة سدوم. صح. ايوه، خاصة وإنه ودخوه لوط وأسرته كانوا بعيشوا فيها. صح. وكيف إنه الله رد عليه بواسطة ملك وطمنوا إنه لو كان في المدينة في 10 ناس صالحين إنه حيرحم باقي الناس بسببهم. أيوة صح. ده كلام صح. أهو الملكين اللي كانوا ضيوف عند سيدنا إبراهيم وصلوا لسدوم في المساء ولقوا لوط قاعد عند بوابة المدينة. ولوط قام واستقبلهم بضرحاب كبير وساقهم لبيته وأكرم غاية الكرم. والملكين قالوا للوط: يا لوط، سوق زوجتك وبناتك واطلع من وسط القوم الضالين ديل، لأنه الله غضبان عليهم وحيهلكهم ويدمر مدينتهم. لكن في أثناء طلوعكم وتحرككم ما تعاينوا لي ورا أبدا. ولوط نفذ أمر الله أن نقلوه له الملكين، ساق زوجته وبناته وطلع من المدينة ومشى لحلة صغيرة اسمها صوغر. وفي الطريق زوجة لوط خالفت أمر الله وعاينت لي ورا، والله حول لي عمود ملح. سبحان الله. سبحان الله. وبعد طلوع لوط من المدينة الله دمر سدوم وعمورة والمناطق الحوله وأهلك سكانه. وقصة لوط دي يا جماعة بتفاصيله كلها بما فيها نجاته هو وبناته موجودة في سفر التكوين في الكتاب المقدس. وفي تاني يوم الصباح بدري سيدنا إبراهيم قام ومشى للمكان اللي كان واقف فيه قدام المولى وعاين لمنطقة سدوم وعمورة والأرض الحولها، وشاف دخان شديد جدا طالع من هناك. ومع كده الله استجاب لطلب سيدنا إبراهيم عليه السلام ونجى قرية صوغر من الخراب لأن لوط كان فيها. بعد ذاك سيدنا إبراهيم رحل من بلوطات ممرة لمنطقة النغب وسكن لبعض الوقت في مدينة اسمها جرار في أرض البلشتيين. وهناك برضو ادعى إنه سارة أخته ومش زوجته. وأبي مالك ملك جرار رسل حراسه عشان يجيبوا له سارة عشان يتزوجها لأنه سمع بجمالها، وفعلا جابوها له. لكن الله ظهر للملك في حلم بالليل قبل ما يدخل على سارة وقال له: أنت وقومك حتموتوا بسبب المرة اللي أخذتها دي، لأنها مرة متزوجة. وأبي مالك قال: يا رب، هتحلك أم برية؟ أنا ذنبي شنو إذا كان زوجها قال إنها أخته وهي نفسها أيدت كلامه وقالت إنه هو أخوها؟ أنا اتصرفت ببراءة وحسنية. وفي نفس الحلم الله قال لملك جرار: نعم بالتأكيد، أنا عارف إنك اتصرفت بحسنية، عشان كده منحتك من ارتكاب الفاحشة معاها، وحسي لازم ترجع المرأة دي لزوجها وهو حيدعو ليك بالنجاة لأنه نبي. لكن إذا ما رجعتها ليه عقابك حيكون الموت أنت وقومك. وفي الصباح بدري أبي مالك قصة ما حصل ليه بالليل في الحلم على حاشيته، كلهم خافوا جدا. وبعد ذاك الملك نادى سيدنا إبراهيم ووراه الموقف الصعب اتدخلوا فيه والمصايب اللي كانت حتنزل عليهم بسبب سارة. سيدنا إبراهيم وضح لأبي مالك الحقيقة وقال له: أنا عملت كده
لأني كنت خايف إنه ممكن واحد من الحكام يقتلني بسبب زوجتي. وأبي مالك بعد ما سمع كلام سيدنا إبراهيم أداه بقر وغنم وعبيد وخدم، ورجع له زوجته سارة، وكمان قال له: يا إبراهيم، أنت هسه عندك الحق تسكن في أي مكان تختاره هنا في بلدنا دي. وإنت يا سارة، أنا خليت لك 1000 قطعة من الفضة مع زوجك تعويض لكرامتك اللي انداست، وإنت بريئة. وسيدنا إبراهيم دعا الله للملك، والله شفى أبي مالك وزوجته وجواريه من العقر اللي صابون بيه بسبب سارة. وفي مرة سارة قالت لزوجها سيدنا إبراهيم: إبراهيم، البشارة يا إبراهيم. شنو؟ أنا فرحانة يا إبراهيم، لو قلت لك ما حتصدقني. في شنو يا سارة؟ في شنو؟ خير؟ قولي لي، شايفك فرحانة جدا. أنا حامل يا إبراهيم. حامل؟ أنا نفسي ما مصدقة بعد عمري ده كله، بعد عمري ده كله إنه ده ممكن يحصل. الحمد لله، الحمد لله، يا ما أنت كريم يا رب. مبروك مبروك، أنا كمان هسي فرحان جدا يا سارة. وفعلا الله حقق وعده الأكيد لسيدنا إبراهيم، ورزقه بولد من زوجته سارة، مع إنه عمره كان في الوقت داك 100 سنة. سيدنا إبراهيم وزوجته سارة سموا مولودهم إسحاق، وحسب كلام الله سيدنا إبراهيم طهر ولده إسحاق بعد 8 يوم من ولادته. وسارة قالت: أحمدك يا الله واشكرك يا الله، كل اللي بشوف حالي حيفرح معاي، منو اللي كان بيصدق اني حألد وأرضع بعد العمر ده؟ ولما إسحاق كبر شوية، أمه وأبوه فطموه وعملوا عزومة كبيرة بالمناسبة دي. وفي أثناء العزومة سارة نادت زوجها وقالت له: إبراهيم. أيوة يا إبراهيم. نعم يا سارة. أسمع، أنت بعد كده لازم تطرد هاجر ولده من هنا. أطرده؟ ليه؟ عشان ولده ما يورث مع ولدي إسحاق، وكمان أنا شايفاه بقى يضايق إسحاق. ده كلام شنو؟ ده كلام شنو ده؟ الكلام ده عيب. إسماعيل ده بقى ولدنا. أنا كلمتك وخلاص، يعني لازم تطردهم. لكن إسماعيل ده بقى ولدنا. لا، أنت لازم تطردهم. وسيدنا إبراهيم كان متضايق جدا من الموضوع ده، لكن الله قال له: يا إبراهيم لا تغضب، ونفذ كلام سارة، لأن ذريتك حتنتشر حسب عهدي معاك بواسطة إسحاق، وكمان حأجعل أمة من ذرية إسماعيل لأنه برضو ولدك. وفي صباح اليوم الثاني سيدنا إبراهيم نادى هاجر: هاجر، يا هاجر. نعم يا سيدي. يا هاجر، خذي الأكل ده وقربة الموية دي. ليه؟ ده عشان شنو؟ في شنو؟ عشان السفر، انت حتسوقي إسماعيل وترحلي من هنا. ده كلام شنو ده يا إبراهيم؟ أنا سويت لكم شنو؟ سارة، سارة ما عايزاكي هنا يا هاجر، عشان كده انت لازم ترحلي من هنا. وهاجر شعرت بحزن وساقت ولد إسماعيل، وتحركت بدون ما يكون في راسه أي اتجاه محدد، وتاهت في الخلا في المنطقة اللي بقت منطقة بير 7 فيما بعد. والموية اللي كانت مع هاجر كملت، عشان كده هاجر خلت ولدها تحت شجرة وكان بيدعو الله. وهاجر قعدت في مكان بعيد شوية من ولدها بحوالي 100 متر، وكانت حزينة لأنها ما كانت عايزة تشوف منظر ولدها لما يموت، وبقت تبكي بكى شديد جدا. والله سبحانه وتعالى سمع دعاء ولدها ورسل لها ملك، والملك ناداها من السماء وقال لها: مالك يا هاجر؟ ما تخاف، يا الله سمع دعاء ولدك ده، قومي وامشي لولدك وشجعيه، لأنه الله حيجعله أمة عظيمة جدا. والله ألهم هاجر وشافت لها بير موية، ومشت للبير وملت القربة وسقت ولدها وشربت. والله حفظ إسماعيل لغاية ما كبر
وسكن في صحراء فاران والقريبة من مدينة العقبة حاليا، وتعلم الصيد بالقوس وتزوج مصرية اختارت ليه أمه. في الوقت اضطرت فيه سيدنا إبراهيم هاجر وولده من البيت، جاه الملك أبي مالك وقايد جيشه في كول، وأبي مالك قال لسيدنا إبراهيم: يا إبراهيم إن طال موفقك في كل عملك، عشان كده أنا عايزك تخصم لي إنك ما تقدر بي ولا بأولادي وزرتي، وتغدر البلد اللي استضافتك وترد لها جميل. أيوة أيوة أخصم ليك. شكرا لك يا إبراهيم. بس عايز أقول لك يا أبي مالك إنه في جماعة من عبيدك أخذوا البير بتاعتنا. ليه؟ في الحقيقة أنا ما كان عندي علم بالموضوع ده، أنا ما سمحت به إلا هسه، وإنت ما كلمتني قبل كده. وسيدنا إبراهيم أدى أبي مالك بقر وغنم وعمل معاه معاهدة، وبعد ذاك سيدنا إبراهيم فرس 7 نعاج براها، وأبي مالك قال ليه: يا إبراهيم أيوة. انت ليه فرست النعاج 7 ديل من باقي الغنم؟ يا أبي مالك أقبل من النعاج 7 ديل عشان تتذكر إني حفرت البير دي. طيب يا جماعة بعد ده خلاص كفاية ما قال. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.